تمام. خدنا في ريسن 2 اتكلمنا فيه على كذا حاجة. بدايتنا خالص كنا اتكلمنا على ال sense organ of nocturnal animal، وقلنا يعني ايه nocturnal animal. دول animal live at night وبيحبوا كمان يبقوا active at night. قلنا ليه هما بيحبوا يبقوا active at night؟ عشان يقدروا ان هما search for food، يبحثوا عن الطعام اللي هما محتاجينه، وكمان يقدروا يعملوا hunt بسهولة، وكمان عشان ال place اللي هما بيحبوا يبقوا فيه بيحبوا يبقوا cool. الاكستريم بليس اللي هما بيحبوا يبقوا فيه ما بيحبوش يبقوا في هوت بليس، بيحبوا يبقى في كول بليس. تمام. بعد كده اتكلمنا عن البات والاولز، وقلنا هما الاثنين دولت من النوكتيرنال انيمال، وكل واحد فيهم عنده هيرينج او سنس معينه بتبقى فيري سبيشال، مميزه جدا، وبتميزه عن باقي الانيمالز. اتكلمنا على النيرفوس سيستم، وقلنا هو مهم جدا داخل جسمنا. قلنا البرين ده المين كنترول سنتر جوه جسمنا، ان هو بيتحكم في كل حاجه. والسباينال كورد دوت ده بيبقى نيرف كبير متصل بالبرين، وبيبدا ينقل لك الانفورميشن والمسج من البرين لكل البارت بتاعت جسمك. مين هو النيرفوس؟ قلنا دي بتوصل للاجزاء السمول في جسمك، بتبدا مثلا هي موجوده في your hand your leg your feet، في ايدك في رجلك، في اعضاء جسمك الصغيره، وبتبدا تنقل المسجات للسبينال كورد، والسبينال كورد ينقلها للبرين. تمام. ده كده بتاع المرة اللي فاتت. في أي مشكلة فيه؟ هي غالية؟ لا طيب ماشي، نبدأ بقى الجديد بتاع النهاردة اللي هنتكلم عليه. اسمه جامبينج جيربوع. مين دوت؟ قالك ده نوع من الانيمالز اللي بيعيش هنا عندنا في ايجيبت، اسمه ايجيبشن جيربوع. تمام. بيعيش فين؟ بيعيش في الديزرت رودنت. يعني ايه الديزرت رودنت؟ اللي هي المناطق اللي بتكون صحراء شويه. تمام ماشي. قال لك يا سيدي الجامبنج جيربوع دوت بيحب سيرش فور فود ات نايت. ايه ده يعني الجامبنج جيربوع كمان نوكتورنال انيمال؟ ايوه، عشان هو بيبحث عن الفود بتاعه بالليل مش بالصبح. تمام. تعالي نعرف بقى الجربوع دوت ربنا ميزه بسنسز ايه هي عشان يقدر ان هو يسيرش فور فود ات نايت. تمام. قال لك يا سيدي لو انت بصيت على الجربوع دوت، بصيت على الايرز بتاعته هتلاقيها لارج اند سنسيتيف ايرز. الايرز بتاعته كبيره وكمان سنسيتيف. تمام. فاكره مين تاني اللي كان عنده لارج اير من الانيمالز اللي خدناها؟ برافو عليك، ايه الشطاره دي. الفينيك فوكس هو كمان عنده لارج اير. برافو عليك يا غالية. تمام. قال لك الجيربوع ده عامل زي الفينيك فوكس، الايرز بتاعته كبيره. تمام. قال لك طب هي ليه الايرز بتاعته كبيره وسنسيتيف؟ يعني ايه يا مش سنسيتيف؟ يعني حساسه، بيسمع بيها اي ساوند موجود حواليه. تمام. قال لك هو عنده اللارج اير ديت تو ديتكت even a quiet snake، عشان يبدأ يسمع حركات السنيك البسيطة جدا. ليه؟ قالك عشان الجربوع ده السنيك بيحب ياكله جدا. هو السنيك as predator for جربوع، أول ما يشوف الجربوع يقوم واكله في بقه على طول. فلازم الجربوع ده يحس على طول بخطوات السنيك البطيئة جدا، عشان كده ربنا خالق عنده large ears. تمام. اللارج ايرز دي بنعتبرها structural adaptation. حد يقول يا ميس يعني ايه structural adaptation؟ اقول له ده تشينج في البادي بتاع الانيمالز. احنا بنرجع جديد مع قديم اهو. يعني ايه؟ يعني دي حاجه جوه البادي بتاع الانيمال ربنا اللي خلقها، احنا ملناش دخل فيها. طيب يبقى كده الايرز بتاعت الجربوة دي structural adaptation. طب تعالى نخش على حاجه تانية. لو بصيتي على الليج بتاعت الجربوع، بصي هتلاقيها شبه السيفن كده. قال لك has long hand legs، الليج بتاعته طويله وعلى شكل الهاند. يعني ايه هاند؟ زي اكنها سيفن بالانجلش كده. بصي لو عملنا كده اكنها سيفن، هي الشكل ده بالظبط. بصي اهو. تمام. قال لك طب هو ليه عنده اللونج هاند ليج ديت؟ ليه رجله شكلها عامل كده؟ قال لك عشان انيبل تو جامب، عشان يقدر ان هو يقفز جامب، يعني يقفز فور ا لونج زي ديستانس. الكانجرو ايه؟ زي الكانجرو ايوه زي الكانجرو. برافو عليك.
الكانجرو بيعمل جامب، وكمان الجيربو ده كمان بيعمل جامب. تمام، قال لك عشان يقدر ان هو يعمل جامب فور لونج ديستنس، ينط المسافات بعيده ويهرب من مين؟ يهرب من السنيك. طيب هل اللونج ليج بتاعته دي استراكشر ادابتيشن ولا بيهيفير؟ لا طبعا استراكشر. ايه ده؟ طب ليه استراكشر لسه قايله؟ اي حاجه في البادي بتاع الانيمال بنعتبرها استراكشر، اما اي حاجه في البيهيفير هو بيعملها بنفسه من غير ما يستخدم اعضاءه، بيعملها بنفسه بيهيفير، تبقى هي دي بيهيفير ادابتيشن. يبقى احنا كده قلنا الايرز بتاعته لارج والليج بتاعته لونج، لونج اند هيد. تمام، قال لك يا سيدي طب ايه بقى البيهيفير ادابتيشن اللي بيعمله الجيربوع ده؟ قال لك يا سيدي فيت اند توتس هاف هير. لو بصيتي على رجله كده والاصابع بتاعته الصغنونه كده عنده هير. طيب الهير اللي عنده دوت بيساعده في ايه؟ قال لك to help it grab the sand when it hops and jumping. بتساعده ان هو يعمل حاجه اسمها grip، يعني ايه؟ يمسك، يعرف يمسك كده وهو بيجري ما يقعش. يعني لو هو بيجري ومش عارف يمسك في الارض اللي هو بيجري عليها مش هيقدر ان هو ايه يتوازن، هتلاقيه بيقع مره وقع شمال ومره وقع يمين. قال لك لا، هو عنده في الفيد بتاعته عنده توتس اللي هي تويتس اللي هي الاصابع الصغنونه خالص ديت، وبتساعده في ايه؟ بتساعده ان هو يمسك في الارض وهو بينط. طيب برضو ايه البيهيفير ادابتيشن اللي بيعمله؟ قال لك اللي فوق دي مش تبع البيهيفير، اللي تحت بقى هي البيهيفير، ان هو ات هوبس ان زجزاج باترنز. يعني ايه؟ يعني لو بصيتي على الجيربوع ده وهو بينط هتلاقيه بينط كده حبه يمين حبه شمال حبه يمين حبه شمال على هيئه زجزاج باترنز. ايه ده؟ طب هو يا ميس هو ليه بينط زجزاج باترنز كده؟ قال لك عشان it can escape quickly from danger، عشان يهرب من السنيك بسرعة. أما لو هو بصي كان بينط في straight line اللي هو أكنه ماشي كده مستقيم، السنيك هياكله بسهولة، عشان السنيك هو كمان على فكرة quickly سريع جدا، فما ينط في زجزاج باترنز كده يبقى كده بيعمل behavior adaptation، وكمان عشان escape from snake أو escape from danger. تمام، يهرب من الدانجر الخطر أو يهرب من السنيك اللي هو الثعبان. تمام، يبقى كده احنا الجيربوع دوت عنده ايه؟ large ears. عنده ايه تاني؟ long hind legs. عنده ايه تاني في الفيد بتاعته and the toes؟ عنده hair. ايه تاني؟ بيمشي في زجزاج باترنز. افتكريها بايه؟ كان في شيبسي زمان اسمه زجزاج، مش عارفة تعرفيه ولا لأ، بس هو اسمه شيبسي زجزاج وبيبقى البطاطسية مزجزجة كده. تمام، اسمه تايجر دلوقتي. اه الزجزاج زمان. تمام، فاهمة الجربة ولا عيد لك في حاجة؟ فاهمة. طيب كويس جدا. قالك يا ستي تعالي بقى قوليلي how do all part of gerbil body work together avoid danger. ازاي الجربوع ده اعضاء البادي بتاعه اعضاء جسمه كلها بتشتغل مع بعض عشان هو avoid danger يبعد عن منطقة الخطر؟ قالك أول حاجة إن هو عنده حاجة اسمها sensory receptors. إذا افتكر بقى يعني إيه يا ميس sensory receptors؟ ارجع تاني أهو خدناها المرة اللي فاتت. السنسري receptors دي ده nervous، موجودة فين النيرفوس دي؟ موجودة في ال different part of body. بتعمل إيه؟ قالك مسؤولة responsible for receiving information، مسؤولة إن أنت تحس بكل حاجة حواليك. زي الولد ده لما قلنا كان بيعمل إيه؟ واقف قدام محل البيتزا وأول ما السنسري أورجانز بتاعته شمت الأودر بتاعت البيتزا وقف على طول. طب وقف ليه؟ عشان جوه النوز بتاعته عنده سنسري ريسبتورز. نرجع لموضوعنا بتاع الجربوع. قال لك الجربوع ده جوه الإيرز بتاعته عنده سنسري ريسبتورز. آه طب بيعمل بيها إيه يا مس؟ قال لك send a message through a network of nerves. بتبدأ السنسري ريسبتورز دي تبعت مسجات للبرين بتاع الجربوع. ايه ده؟ طب هي ليه بتبعت مسجات يا مس؟ قال لك عشان تقول للدماغ بتاع البرين بتاع الجربوع ده، تقول له ان في خطر، لازم تجري بسرعة وتعمل جامب ان زجزاج باترنز. تمام، فقال لك اهو في تاني حاجة البرين بتاع الجربوع هيبدأ translates يبعت مسجات للليج عشان يبدأ ان هو يعمل move.
يبدأ إن هو يتحرك. يبقى أول حاجة السنسوري ريسبتورز خدت المسجات ودتها للبرين، جه البرين بعت تاني مسجات لرجله عشان يبدأ إن هو يعمل إيه؟ يبدأ يعمل موف. تمام، يبدأ الجرجوع ده بقى يعمل سترونج هوبينج لاج. عنده سترونج هوبينج لاج يعني رجل طويلة قوي على شكل السبعة كده، يعمل بيها ايه؟ ستارت جامبينج اواي فروم دانجر، بيبدأ ينط المسافات بعيدة ويبعد عن الخطر، وبينط في زجزاج باترنز. يبقى بكل بساطة أول ما الجربوع بيحس بوجود السنيك على طول البرين يبعت رسايل لرجله، فرجله الليج بتاعته تبدأ تعمل موف وتجري بسرعة 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 بعيد عن الخطر الموجود. تمام؟ زي أكنك أنت قول يا غالية، رفع إيدك كده. يعني ايه بس؟ يعني إيه إيه؟ بس فين دي؟ اعملي على سيركل كده. زجزاج باث يعني مسار على شكل زجزاج، هو ده كده اللي انا عاملاه اسمه باث، مسار. زجزاج باث او زجزاج باترن الاتنين بنفس المعنى، كلهم الشكل اللي انا رسمه لك قدامك ده. اوكي 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 تمام، نكمل كلامنا على اخونا الجيربو ده. طيب قال لك الجيربو عنده حاجه مميزه تانية، ان هو بيعمل ايه؟ قال لك اول ما الجيربو دوت بيحس او يعمل هيرينج لوجود السنيك، يسمع بس ان السنيك ده موجود، يبدا النيرفوس سيستم اللي موجود جوه البودي بتاعه يبدا يشتغل. ملحوظه بقى، النيرفوس سيستم اللي احنا خدناه المره اللي فاتت بتاع الهيومن بودي الموجود في جسمنا احنا كانسان، الانيمالز عندهم هم كمان نيرفوس سيستم، زي ما انت عندك كانسان نيرفوس سيستم، الانيمال عنده نيرفوس سيستم زيك بالظبط، بس بيبقى مختلف في الشكل بتاعه. انت كده انسان طويل، اما الانيمال ده بيبقى صغير شويه، فربنا بيخلق له نيرفوس سيستم على قده بالظبط. تمام، قال لك ذا هول ريسبونس بروسيس، اي حاجه بتحصل حوالين الجربوع تمام هو بيحس بيها ويبدأ يعمل running away from danger. كل ده بيحصل في less than 1 second، أقل من ثانية واحدة. يعني الجربوع في ثانية يسمع صوت السنيك، وفي ثانية يعمل jumping ويجري بسرعة بسرعة بسرعة، فما يعرفش السنيك ياكله نهائي. تمام، قال لك بقى التايم اللي الجربوع بيجري فيه من الدانجر احنا بنسميه reaction time. والرياكشن تايم ده مهم قوي، جالهم في امتحان السنة اللي فاتت ايه هو التايم اللي الجربوع بياخده عشان رياكت ادنجر، ايه هو التايم ده؟ اغلب العيال ما عرفتش هو مين ده، في اللي يقولوا ايه ده؟ احنا ما شفناهوش قبل كده، لكن هو موجود. يعني ايه بقى؟ تعالى اقول لك. قال لك رياكشن تايم بكل بساطة ده التايم اللي تيكن. ماشي، يعني ايه تايم تيكن؟ يعني تايم احنا بناخده. ماشي، بنعمل فيه ايه؟ قال لك by the body of living organism، جسم ال living organism. living organism ده الريتم ده ممكن يبقى human ممكن يبقى animal. تمام، بنعمل فيه ايه بقى الرياكشن تايم ده؟ قال لك to response and react، عشان نحس ونبدأ نتفاعل مع اي information موجودة حوالينا. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي اهو قاعدة جنبي كوباية ينسون، كوباية اليانسون دي سخنة، انا جيت المسها بايديا صح، اول ما تيجي تلمسي هوت كاب كوبايه سخنه بتلاقي ايديكي بتبعد فورا عن الكوبايه. ليه ايديكي بتبعد؟ عشان الرياكشن تايم، بتاخدي وقت قليل جدا عشان تستوعبي ان الحاجه دي خطر. او مثلا انت واقفه على الطريق جايه من المدرسه بتاعتك ومش واخده بالك ان في عربيه هتعدي من وراك، فاول ما سمعتي صوت تيت بتاعت العربية الزمارة قمتي بعدتي فورا عن الطريق ورجعتي لورا. طب انت ليه رجعتي لورا؟ برضو عشان الرياكشن تايم اللي موجود داخل جسمك. الرياكشن تايم ده موجود عند الهيومن وموجود عند الانيمال. تمام، قال لك بقى how does the gerbil respond to danger compared to human، قارن ما بين الجربع والهيومن، احنا ازاي بنحس بالدنجر والجربع ده ازاي هو كمان بيحس بالدنجر. تمام، قال لك تعالى يا سيدي نقارن ما بين الجربع ده وما بين
وما بين الهيومن. قال لك بوث هيومن اند جيربو افويد دانجر، احنا والجيربو الهيومن والجيربو بنبعد عن الدانجر الخطر ازاي؟ قال باي ريبيلينج اون سنسوري ريسبتورز، عن طريق السنسوري ريسبتورز اللي هو المستقبلات اللي موجودة عندنا اللي هي زي النيرف اند ذا برين. طب بنحس بيهم ايه؟ قال لك بتحس بيهم وتبدأ تعمل كوميونيكيت مسج، تبدأ تستقبل بيهم اي مسجز موجودة حواليك. لو جنبك كوباية سخنة هتقع عليك فانت بتاخد بالك منها، لو انت بتعدي الطريق وفي عربية بتزمر بتاخد بالك منها، لو انت رايح زي البيكتشر دي كده رايح تحط ايديك على بلانت كله شوك، فاول ما تيجي تقرب ايديك بتتشك، تقوم باعد ايديك في نفس الثانية على طول. ليه؟ قال لك عشان انت بتبعد avoid danger، بتبعد عن الخطر. طيب قال لك كمان both human and gerbil move quickly from danger، اول ما بنلاقي الدانجر احنا والجربوع بنبعد عنه في اقل من ثانية، less than one second. طب ازاي يا ميس؟ قال لك اهو example، لو انت بصيت ان انت جيتي بالهاند بتاعتك بتتاتش spines of cactus plant، يعني ايه يا ميس spines of cactus plant؟ cactus plant ده النبات الصبار، عارفة نبات الصبار؟ عارفة؟ سمعتي عنه قبل كده؟ تمام. قال لك لما تيجي انت تعملي تاتش للكاكتوس بلانت دوت اللي هو نبات الصبار ده بتلاقي نفسك بتبعدي ايدك بسرعة. ليه؟ عشان الانسان بيأفويد دانجر، بيبعد عن الخطر. طب الجربوع؟ قال لك الجربوع ده هوبس ان زجزاج باترن، اول ما يحس بوجود دانجر حواليه اسكيب كويكلي فروم دانجر، بيبعد بسرعة عن اي حيوان عايز ياكله او السنيك عايز يعمل له هاونت. تمام. يبقى احنا والجربوع بنتشابه في البوينت دي. تمام. احنا كده بفضل الله خلصنا كلام على الجيربو وقارنا ما بين الجيربو وكمان الهيومن. تمام يلا حلي. يلا اقرأي نمبر 1. When gerbil feel unsafe, it springs and masses to its legs, throw its nervous system to run away from danger. اشرح لك صح. عشان ماشي نقرا تاني. قال لك وانا جربوع فيلز ان سيف، اما الجربوع ده يحس بعدم امان، اتس برين سند مسجز تو اتس ليج ثرو ا نيرفس سيستم تو ران اواي فروم دانجر. برافو عليكي. طبعا الكلام ده صحيح، ان اول ما الجربوع بيحس بالخطر بيبعد دايما عن الخطر ويجري بسرعه. يلا نمبر 2. The vacation times is the time taken by a gerbil is respond to danger. هل فعلا ده reaction time؟ غلط. غلط. ليه؟ مش احنا لسه قايلين فوق ال reaction time ده time taken by living organism to respond the danger. هو بيقول لك هنا بس بصيغة تانية غلط. بقى، اللي هو ال reaction time ده فعلا ال time اللي بياخده الجربو عشان يحس ان في danger. الكلام ده طبعا ايه؟ right. Gerbil hand legs are short to help jump long the distances. distance. غلط. برافو. امال الجيربو عنده ايه بدل عنده الشورت؟ لونج، صح؟ عنده الرجل بتاعته لونج، الرجل بتاعته لونج جدا، والايرز بتاعته هي كمان بيج. تمام كده بفضل الله الحمد لله ليسون 2 كده انتهى. مش تقل عليكي وندخل في ليسون جديد، بس هنحل كتير بقى، حل كتير على اللي احنا خدناه المره اللي فاتت. فيلا اقرأي نمبر 1. The sense of depend on to find small radio that would that close sound in dark room or hearing and touch. برافو عليكي. in hear and touch. طالما الأوضة dark room فانتي هتعرفي ازاي ان الحاجة دي موجودة، يا اما تلمسيها بايديكي touch اما hearing. طبعا السمال والحاجات دي طبعا مش هتنفع. يلا اللي بعده.
The responsible responsible system for moving your hand away from danger, such as touching a hot cup of tea, is the nerves. responsible system اللي بيعتمد عليه اما انت الهاند بتاعتك تحركيها بعيد عن الخطر. اول ما تعملي تاتشنج للهوت كاب، تمسكي كوبايه سخنه، مين السيستم اللي بيقولك تبعدي؟ برافو عليكي، طبعا شطوره، النيرفس سيستم، شطوره. يلا اللي بعده. When snacks make a noisy as the sensor attack found in a gerber's send warning sensory message to the brain. sensory receptors sensory receptors كملي. Ears. يقولك when a snake make a noise the sensory receptors found gerbil ears. طبعا ال ears بتاعت الجربة هو الحس بيها بالصوت بتاع السناك. يلا number four. The brain is main control can center in the body, so it can deal with at the same time. البرين بتاعك ده بيبدأ بيبقى هو المين كنترول سنتر اوف يور بودي، فهو كده بيعرف يتحد مع كام سنس في نفس الثانية في نفس التايم. انت عندك كام سنس في جسمك؟ Five. All the five cents. برافو عليك، يبقى all the five sense بيتحد مع كل السنسز الموجودة في جسمك، عشان هو عضو بيتحد مع كل السنسز مرة واحدة. يلا نمبر five. Animals that became active at night are called nocturnal animals. Nocturnal animal. يلا اللي When بعد. your hand touch the spines of a Cactus plant. cactus plant, it is with dark in Drown in. لما بتيجي تلمسي with one ايه؟ this one second. برافو، less than one second، شطورة طبعا. تعالي ننقل على نوع سؤال تاني. اصبري طيب الأذان ينتهي بعد كده نكمل. يلا يا غالية كملي، حلي اللي هو الكولوم نمبر 2. Sensory receptors receptors Skeptors. It is main control center in the body. They are excellent in plus that reach the brain. It's found in the big bone and helps to remiss message between the body and the brain. By found on the sensory organs, the first sense that influences their views, environment for the sensory surrounding environment. السنسري ريسبتورز دي عبارة عن ايه؟ موجودة فين؟ ايه لأ بصي كده السنسري، لا مش ايه يا غالي، بصي كده السنسري ريسبتورز لو بصيتي على دي
they are found on sensory organs. بصي حتى هو sensory receptors و sense organs. And it's the first sense the surrounding environment. هي فعلا one هنحط لها دي عشان فعلا ال sensory receptors موجودة جوه ال sense organ اللي موجودة عندك وبتحس بأي حاجة بتحصل حواليك surrounding environment. يلا رول نمبر 2. nervous مين هي النيرفس؟ النيرفس دي هي المسؤولة إن هي يحصل منها ريسيف لأي انفورميشن بتيجي من الانفايرمنت. فنختار أنهي من وجهة نظرك؟ رحتي فين؟ افتحي المايك. خليها سامعاني؟ غالية أي رحتي فين؟ سامعيني كده مرسي طيب؟ فات طيب ماشي. بقولك أيوة النيرفوس دي انا قلتلك دي تيني بتبقى صغيرة بتبقى مسؤولة عن ريسيف انفورميشن، ده اللي احنا قلناه المرة فاتت. فنختار لها اني واحدة من الموجودين بقى. سي لا ابصي على ايه كده عشان انا بقول لك receive information. receive information بتستقبل الانفورميشن، هي دي النيرفوس فعلا. يلا اللي بعد البرين. اقرأي يلا البرين ده نختار له ايه؟ برافو عليكي شطورة. ده المين كنترول سنتر اوف يور بودي، شطورة. يلا اللي بعده السباينال كورد. It's found ايوه برافو، سي شطورة. It is found in the backbone، موجود في ظهرك، and helps transmit message، وبيساعدك ان انت تنقلي المسجات من البادي للبرين، شطورة جدا. تمام، وش اللي بعده؟ بصحة غلط، رايت ساينتفك كومبليت. يلا اقرأي من أول فين؟ ماشي اقرأي يلا من أول one complete. Echolocation is used by some animals such as مين الانيمالز اللي بتعمل ايكولوكيشن؟ bat and dolphin. ايه الشطاره دي، ده شطاره وحلاوه دي، ما شاء الله شطوره يا ستي. فعلا البات والدولفين هما اللي بيعملوا ايكولوكيشن. اقراي اللي بعده. The brain contained to the group of كونكت nervous connect bass through the backbone which is known as the spinal cord. انت بتجاوبي اللي هو السباينال كورد. سباينال كورد انت ايه صح، سباينال كورد. اللي بعد Having the Egyptian gerbils جيربوع. in جيربوع gerbil in the zygous زجزاج، زجزاج باترنز. patterns is considered as a adaptation. الزجزاج باترن اللي الجربوع بيعمله ده structure ولا behavior؟ structure لا بقول لك هو اللي بيعمله behavior behavior طبعا. ماشي يلا اللي بعد.
Owls can indicate the place of their prey by using sharp sense of sight and hearing. الشطارة دي sight and hearing. برافو شطورة اللي بعده. An owl can see everywhere by turning in all directions direction. while بس اوكي direct. جاوبي جزء جزء. ال owl can see everyone by turning its ايه؟ بتحرك ايه؟ Here head. برافو your head. كملي بقى يلا. while a chameleon While a chameleon can see everywhere by moving its eyes. الشطارة دي شطورة. طبعا الكاميليون بيتحرك its eyes. شطورة يلا اللي بعده. أما البومة عندها الرأسها زي البول زي الطبق. ايوه بالظبط كده شطورة. bowel shaped. يلا نمبر 6. The brands of the percents of hair in a jaguar feet and toes is a الهير اللي موجود في الفيد بتاعة الجربة حاجة في جسمه تعتبر ايه؟ structure ولا behavior؟ structure. برافو عليك structure. تمام اصبري نقلب على نوع تاني. correct underline. The digestive system provides massage through a network of nerves around all body parts. The respiratory لا لا مش respiratory. فكري كده. Right. لا بيقول لك سيستم. سيستم مسؤول عن المسجز اللي موجودة في النيتورك حواليكي اللي بتجيبها النيرفس. اسمه ايه السيستم ده كله؟ احنا خدناه المرة اللي فاتت. Spinal. ما هو السباينال والبرين ده كله جوه النيرفس سيستم. ماشي nervous system. يلا اللي بعده. The long hand long of Jarvis controls as structure. طبعا structure مش بيبي. اللي بعده. The spinal cord passes the through the mouth. ال spinal cord through the mouth. هل الكلام ده صحيح؟ أكيد لأ. ال spinal cord pass through ايه؟ Brain. لأ هو connect with brain لكن هو بيمر جواه حاجة اسمها back bone اللي هو قلتلك اللي هو العظم. لو حطيت ايديك على ظهرك كده هتلاقي فيه عظم. العظم ده هو الباك بون. يلا اللي بعده. The orange that the The أوريجان organ that responsible for responsible. processing and responding to informant information. is the heart. مين الأورجان اللي مسؤول responsible إن هو receiving يستقبل processing and responding ال information؟ حاجة بتستقبل كل المعلومات من كل اللي حواليك. مين ده؟ فكري كده. ده اوريجان بيبقى المين كنترول سنتر ان يور بودي.
مين هو المين كنترول سنتر ده؟ نيرفس الايه؟ مش سامعة بتقولي ايه؟ نيرفس لا مش النيرفس، البرين. مش قلنا البرين دوت اللي بيتحكم في كل الانفورميشن اللي بتدخل البادي بتاعك، هو كمان المين كنترول سنتر. اوكي اوكي animal animals that live in hot region became active at night ليه يا ترى الانيمالز اللي بيكونوا عايشين في الهوت ريجون بيبقوا اكتيف ات نايت؟ نكترول ماشي، هما النكتورنال انيمال. ليه بقى النكتورنال انيمال بيصحوا بالليل؟ يعني الصبح بتبقى الدنيا هوت ريجون، الدنيا حر جدا، بالليل اعتمد. because they can see ماشي، كل اللي انت قلتيه صح، بس انا عايزه اقول حاجه، ان هو الصبح at night at day بتكون الدنيا hot، بالليل مش هتكون الدنيا cool، صح؟ مش هتكون الدنيا ساقعه. yeah هما بيحبوا أيوة. يصحوا بالليل عشان بتبقى cool at night، هما بيحبوا الريجون اما يكون الدنيا cool، الدنيا ساقعه، ما بيحبوش الهوت ريجون خالص. هنقول because at night it is cool weather، ان بالليل بيكون عندهم الجو ساقع، هما بيحبوا الجو الساقع. ادخلي على اللي بعد. Owls have both a shaped face. ليه الاول عندها bowl shaped face؟ Because you can see anything in برافو night. عليك، ايه الشطارة دي؟ because you can see everything everything. شطورة شطورة، تستطيع ان هي تشوف اي حاجة موجودة حواليك. تمام، برافو عليكي. خلاص مش طول عليكي اكتر من كده، عشان عارفة ان انتي